بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حنوناتي، نتمنى لكم كامل بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم سفيرية، طبق تقليدي جزائري محض. نتمنى إن شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيره. وقبل ما نبدأ الفيديو تاع اليوم، شوفوا فالكم اللي تبدأ أسماءكم بحرف الألف. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى أصحاب الأسماء التي تبدأ بالألف هذه البقالة نويت. نطلب ربي الفتاح يعطيني نحل البيبان، ونشوف لهنا ونرتاح إن شاء الله يا ربي. وحكمتكم تقول العلم نور والجهل ظلام. وقبل ما نبدأ في وصفتنا، نرحب بمشتركاتنا الجدد، نقول لهم مرحبا بكم، نورتونا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم القناة وتكونوا دائما وفيات. واللي مازال ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فوالا، هنا في طنجرة واش عندي؟ عندي اطراف من الدجاج، يعني الدجاج ولا اللحم. بكري كانوا بزاف يطيبوا باللحم مغنمي، يعني بخاسك اطباقنا التقليديه كامل باللحم مغنمي والسمن سورتو. مام السمن يعطي ذوق رائع، اللي ما عندهاش دير شويه مارغرين شويه زيت، ماشي مشروط. فوالا، دوك ندير شويه تاع السمن تاعي، ندير البصل. انا هنا عندي بحبه بصل كبيره، دوك ندير شويه، ندير يعني القسم الكبير نديرو، والشوية هذاك نخليه لبولات تاوعي تاع الخبز. ندير الحميصة تاعي، انا نديرها هكذا في الاول باش تجينا بنين على الحميصة كتتقلى. ندير الملح، وكيما نقولكم ما تكتروش الملح، المرقة البيضة ما تحملش الملح. هلا شوية تاع فلفل كحل، وشوية قرفة، ما نكتروش القرفة باش ما تكحلناش لاصوص. واللي تحب دير قرفة عود دير بيان سور. فوالا، دوك هادي نروح نحطها فوق النار، نخليها تتقلى بالطبع، نار قليلة، ونخليها تاخد وقتها في التقلية باش الدجاج تاعنا يتشرب كامل هادوك لي زيبيس ولا لاخر باش يجينا بنين. فوالا، ومن بعد نمرقو بالماء سخون. هاوليك هنا شوفو كيفاش قليتو على نار قليلة. انا ناخذ وقتي في التقليه، نخليه 15 مينوت 20 مينوت هو يتقلى، ما نتقلق له ما والو. ومن بعد نمرقو بالماء سخون ونغطي عليها ونخليها تطيب. فوالا، والماء على حساب يعني الاطراف الدجاج تاعكم وعلى حساب العائله تاني باش تصيبوا المريقه ومن بعد باش تسقوا. فوالا، دوك نغطي عليها ونخليها في فو تطيب لي. اونطخو طون نروحو للخبز تاعنا. بون، الخبز انا هنايا ما كانش عندي الوقت باش نخليه يقطب بيان، سمعوني واش راح نقولكم. انا ناخذ خبز يابس ونشمخو في الماء ونديرو في كسكاس ونخليه يقطر مليح، وخاطش كاين اللي يديروا لا شابلور نو ما تجيش هي هذه هي الطبق يعني الاصلي، يجي بالخبز اليابس ماشي بلا شابلور. مي بصح انا عندي حيله، كيكون ما عنديش الوقت نخليه يقطر، دوك تشوفوا معايا واش راح ندير. بون، دوك هنا عندي كمية تاع الخبز، دوك ندير له هذيك الكمية تاع البصل. بكري كانوا يديروا غير الخبز، يديروا فلفل كحل، شوية قرفة، قطرات من الماء زهر، والبيض والفرماج. مي بصح لا، انا مضيفيت فيه، وصدقوني يجي واحد لي بولات روعة. هنا واش زدت؟ زدت شوية تاع معدنوس، دوك ندير شوية تاع فلفل كحل، وشوية قرفة باش يتدسم لي مليح الخبز. الملح ما ديروش لان الخبز مالح، ونزيدو الجبن يكون مالح. صافيك، ما نديروش الخبز بلاكو. هنا ندير قطرات فقط من الماء زهر، اللي يحب يديرو، اللي ما يحبش ما يديروش. بصح صدقوني يعطيلو واحد الرائحة هايل هايل هايل، جربوه وراح تكتشفوا الذوق باذن الله. فوالا، ونزيد حبيبة تاع البيض، نخلط كلش، ونزيد هنا انا عندي نص باكي تاع خميرة حلويات،
لا ليفيغ شيميك، واحد المغرفه صغيره هكاك، وعلى حسب الكميه. الا كان عندكم الخبز كتر مني انايا ديروا باكي كامل، ما عندكم حاجه يعني، باش هذوك لي بولات يتفخفخوا هكا يجينا دون فارغين من الداخل. فوالا دوك نفهمكم، دوك نحي انا نحي هاد السباتول، نستعمل يدي هادوما نحيوهم كامل. وعلى شنو هادو؟ هادو دوك البابا كي تكون معجنه ما تستحش معانا، تقعد هكا كويرات وما يجوكمش ملاح لداخل. الوغ انا واش ندير؟ نحرك واللي نصيبها نحيها. دوك تشوفوا معايا واش راني ندير، يعني خليكم الصوره تعبر. فوالا ها شوفوا هذه ماشي راح تفتح معانا، ماشي راح يدوب هذاك، راح يقعد هكذاك. دونك واش نديرو حنايا؟ يعني نحيوهم كامل كيما راني نقول لكم. فوالا ها هي هذه البابه، هذا الخبز كيكون معجن من الداخل. شوفوا الخبز تاعي انا هنايا راهو جاري، وعلاش؟ باسكو ما عطيتلوش الوقت يقطر كيما قلت لكم. دوك واش ندير؟ نزيد له انا هنايا، نزيد له شويه على شابلور باش لي بولات تاوعي يجوني شابين كوميم. هنا هكذا ما نقدرش نكورهم. فوالا دوك نبقى نزيد في لاشابلور حتى نتحصل، يعني نقدر على كرات اللي نتحصل على خليط اللي نقدر نديرو كرات. ها شوفوا كل ما نصيب نحي نحي حتى نكمل كامل واش عندي. عفوا فوالا انا تعمدت هنا ندير لكم نوري لكم باش تفهموني بيان، سي بور سا نحب نوري لكم لي ديتاي باش تفهموني واش راني نقول. انا كملت هنا كامل لا شابلور اللي عندي باسكو صبتها شغل مازالها جاريه، يعني كي تكون ناشفه تقدروا ديروا حتى جوج حبيبات تاع البيض. انا كما قلت لكم هنا ما عطيتلوش الوقت باش ينشف لي الخبز كي اللي يديروا لا شابلور يديروا لها البيض، وانا ما تعجبنيش صراحه. ما صدقوني بكري كانوا قلت لكم يديروا الفرماج يديروه داخل الخليط، مي بصح والله ما واش ديري فرماج ما يبانش عليه. انا نديرو لداخل دوك تشوفوا معايا، ولا غير خطرة جاتني ما بيل ميغ ربي يحفظها ويطولنا في عمرها، وشافت هاد الفكرة هادي عجبتها بزاف ولا تطبقها هي تاني ربي يحفظها لنا. بالمناسبة نحييها من هنايا. فوالا دوك نكورهم ونحشيهم بالفرماج. هاد الاكله هادي تجي بنينه بنينه بزاف هكذا، اللي ما تعرفهاش ان شاء الله تطيبها وتقول لي رايها فيها هكذا، باش ما نضيعوش الخبز كي يقعد لنا ما يروح لا من لا من، نستغلوه. انا نديرو حتى حاجه حلوه في يعني نشربو بها قهيوه كاش نهار نديرها لكم ان شاء الله. فوالا انا عندي هنا فرماج بلون، وكل وحده دير الفرماج اللي حبت. الا درتو باغ اكزومبل فرماج روج ولا حصراح يا سلام. بصح انا جينيرالمون نديرو بفرماج بلون. فوالا دوك هكذا ندير الكرات، حجم الكرات كل وحده واش تحب بيان سور، ما ديرهم كبار ما ديرهم صغار باش يجيكم شابين. وغلقوا مليح الكويره باش الفرماج تاعكم ما يخرج لكمش في المقله. فوالا هاي هذه درتها كبيره نقص لها شويه. فوالا هكذا دوك حتى نكمل كامل الكميه ونروحوا نقليوهم كيف كيف، ما تروحوش بعيد. فوالا وهنا حبيت نعطيكم ملاحظه، كي تعمروا هكذا المقله تاعكم بالحبات تاع السفيريه تبداو تقلبوا فيهم حتى ياخذوا كاع تحميره. وكي تبداو تنقصوا في الحبات ما تروحوش ديروا حبات جدد، فهمتوني؟ وعلاش؟ باسكو كي تزيدوا ترموا دوك حبات واحد اخرين باغ اكزومبل، دوك انا نحي شويه ومن بعد نزيد نرمي حب زوج حبات ولا ثلاثه، واش يصرى لها الزيت؟
كي ترموا لها هذوك الحبات الجداد، الزيت تاعكم تنقص في الحراره، فهمتوني؟ ولتما واش يصرى الحبات اللي راهم يتقلاو ديجا يولوا يشربوا نفس الزيت، فهمتوا؟ كي اللي تبردوا الزيت. اما لا لا لا، خليو كملوا الحبات هادو حتى يطيبوا كامل. المقله الاولى هادي تنحيوهم كامل الحبات باش تزيدوا حبات جداد واحد اخرين. نتمنى تكون فهمتكم مليح. وهاد الحبيبات درتهم ليا كوم مانيش نقول قليان كيما قلت لكم على ديك المراره المحانه. صافي درتهم هكذا، ولا غير واش درت، درت شويه دهن بالبانسو برك المقله تاعي، وحطيتهم بلاطيتهم شويه باش يطيبوا لي، وجاو ما شاء الله. ولا غير كليتهم عجبوني والحمد لله رب العالمين. وهذه هي سفيريه تاعنا تاع اليوم. هذوك الطرف تاع الدجاج ما درت ولا قطره في الزيت في المقله. كي نحيت هذوك الحبات تاوعي حطيتهم يتقلاو، جات ما شاء الله. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم وكنت خفيفه ظريفه.